ومنذ دخول الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة لمدة 3 أسابيع من يوم الأربعاء الماضي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تقضي بمنع التنقل الليلي وطنياً منذ الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً وإغلاق المحلات التجارية على الساعة 8 مساءً، التزام تام بهذه التدابير والإجراءات الاستثنائية على مستوى الأقاليم الجنوبية والصور من مدينتي العيون والداخلة، وتجسد وعي الساكنة بنجاعة هذه الإجراءات لمواجهة هذه الجائحة.